كنا بنتكلم على مدير المكياج اللي ممكن نعمله احنا عندنا من المطبخ بتاعي. المهم في الموضوع ده اللاكتيك اسيد، اللاكتيك اسيد ده موجود فين؟ موجود في اللبن، وموجود في شرش الجبنه، وموجود في الزبادي. نعم. قطنه بحته زبادي صغيره على زبادي قطنة. زبادي وامسح بيها وشي، وممكن امن جدا حوالين العين، يبقى انا شلت المكياج حوالين العين وغذيت البشره وعملت تقشير على خفيف. يا دكتور احنا كده هنغلي الزبادي اكتر، ما هو غالي وداخل على رمضان. غلي الزبادي وغلي شرش الجبنه.